السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما راكم شفتوا من عنوان الفيديو، التحديث الجديد في شهر ماي هذا 2.84 لأجهزة الجيو. الناس اللي ما تعرفش، أولا لازم نتأكدوا من شبكة تطبيقات الشبكة، ندخلوا فيها عفوا ضبط الشبكة. أولا نشوفوا إذا كنا ضبط الإعدادات الشبكة، بحث عن شبكة لاسلكي، نشوفوا باللي الجهاز تاعنا راه مربوط مع الانترنت في المنزل. نعاودو نرجعو من بعد نهبطو الى تطبيقات الشبكة لهنا، اليوتيوب، نتفليكس، ندخلو لهنايا app.online. ندخلوا فيها نشوفوا لهنا التحديث. كما راكم تشاهدوا لهنا التحديث الجديد 2.84. قرب لكم، هذا هو تاع الار اسويت. واش نديروا بالزر الاحمر، احمر تاع الريموت، Do you want download? Yes. Ado. لهنايا كما راكم تشوفوا لنا تقوموا بالتحديث. شوفوا لي ميساج اللي يخرج لكم. نعم، لهنايا شو عندك شو خرج لكم باللي هذا الاصدار راه دخل اوتوماتيكيا. كاين كيكون عندك الانترنت مربوطه بهذا الجهاز، دائما التحديث هذا دخل اوتوماتيك. لما دخلش اوتوماتيك تقدر انتوما واش ديروا، دير هكذا كما قلت لكم الزر الاحمر هذا، ولا هنايا ديروا التحميل. نعم، ويتحمل معكم بدون ان تطفئوا الجهاز نتاعكم، وتعاود يرجع كل شيء نورمال. بصح انايا كي ندير نعم حبيت نحمل، واش يكتب لي الميساج باللي هذا الفيرسيون راهي كاينه عندك، خاطر انا ما حملتها ما والو. لازم تتاكدوا نتوما في الجهاز نتاعكم اذا عندكم. كيفاش نتاكدوا باللي الجهاز تاعنا راه اخر اصدار هذا 2.84؟ نرجعوا للوراء، ضبط النظام اللي هنايا، معلومات ريسيفر، هذا ندخلوا فيه. واش نصيبوا باللي التحديث عندنا حقيقه، عندنا 2.84. لازم تأكدوا قبل ومن بعدها تروحوا للخطوة الثانية تاع التحميل. وهذا الإصدار الأخير هذا شغل ضبط اليوتيوب، كان فيه بروبلم، يوتيوب كان فيه مشكل. نرجعوا لهنا لتطبيقات الشبكة، يوتيوب ما كانش يخدم. بصح كي ديروا الإصدار هذا دروك نتأكدوا منه إذا يخدم مليح أو لا. استناو خرج مثلا، ندخلو في كاش فيديو مثلا، هذا تحدي المعلومات، ديرو اوكي، نشوفو الجودة 720، تحدي المعلومات الخالي من المعلومات، نشوفو نزيدو. نعاودو نخرجو، عاودنا خرجنا، شوفوا فيديو اخر، وعاودو ندخلو في فيديو اخر ونتأكدو اذا مليح. ندير الجودة تاع الانترنت 700، الجودة تاع الفيديو 720. ما كان لا تقطيع لا والو. وبتعرفوا انها حامل في ولد علشان تشجع.
المهم هذه هي الطريقة. الطريقة ما تنسوش دعموا القناة وليصلكم كل جديد، وإن شاء الله بربي ندير لكم فيديوهات أخرى عن التحديثات الجديدة أو عن أي جديد فيما يخص الديمو تأجيهم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما تنسوش تشتركوا في القناة.